عن طريق الصدفة استطاع مجموعة من العلماء اكتشاف بعض من الاكتشافات الغريبة والرائعة والتي ساعدتهم على معرفة الكثير من المعلومات عن هذه الآثار الرائعة والأزمنة التي كانت توجد فيها هذه الآثار. نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على بعض من أغرب الاكتشافات التي تم اكتشافها بالصدفة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ انزل للأسفل واضغط على زر اللايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. تابوت في الفناء الخلفي. في سان فرانسيسكو كان يحاول مجموعة من العمال العمل في هذا المنزل تحديدا في الفناء الخلفي، وعن طريق الصدفة تمكنوا من اكتشاف هذا التابوت الذي كان يحتوي على جثة لفتاة. كما يقال أن هذه الجثة تعود إلى القرن التاسع عشر، ومن الممكن أن يكون قد تم دفنها قبل بناء هذا المنزل الجديد بحوالي 200 عام، فقد تم اكتشاف هذا التابوت عام 2016، وهو يعتبر واحدا من أروع الاكتشافات في سان فرانسيسكو. عند محاولة تحليل الجثة اكتشف العلماء أنها تعود إلى فتاة كانت تعرف باسم إيديث هاورد في 13 من أكتوبر عام 1876. كما أكد الأطباء أن السبب الذي أدى إلى الوفاة هو الإصابة بمرض الضعف الشديد الذي كان يجعل الفتاة غير قادرة على المعيشة بصورة طبيعية، وذلك أيضا بسبب انتشار الأوبئة وبسبب سوء التغذية. مكعبات غامضة في النهر. استطاع أحد الصيادين استخراج حوالي 60 مكعبا من المياه من هذا النهر، ولم يستطع أي شخص معرفة هوية الشخص الذي قام بصناعة هذه المكعبات وما الذي جاء بها إلى هذا المكان. ويعتقد أنها مجموعة من المكعبات المقدسة المكتوب عليها باللغة السنسكريتية، كما أن هذه المكعبات مصنوعة من الرصاص. بعدها تم التقاط العديد من الصور لهذه المكعبات ونشر هذه الصور على مختلف مواقع التواصل. جاءت التعليقات بأن هذه المكعبات تعود إلى الديانة الهندوسية ويستخدمونها في الكثير من الطقوس في الصلاة الخاصة بهم. وإلى هذه اللحظة تعتبر هذه المكعبات من الاكتشافات الغريبة جدا التي لم يعرف أي من العلماء كيف انتهى بها الأمر في هذا النهر في إنجلترا. السفينة المدفونة. في نيويورك بعد محاولة بناء برج التجارة العالمي واحد بدلا من البرج القديم الذي تعرض إلى الحادث الشهير، استطاع العلماء اكتشاف شيء غريب جدا، وهو وجود هذه السفينة مدفونة في هذا المكان. ويقال أن السفينة تعتبر واحدة من السفن التي تعود إلى مدينة فيلادلفيا. كان العلماء يحاولون دراسة لحاءات الخشب المكونة لهذه السفينة، واكتشفوا أن الشجرة التي تم قطعها لاستخدام الخشب منها وصناعة هذه السفينة قد تم قطعها في عام 1773. ولكن الأمر المدهش هو كيف انتهى الأمر بهذه السفينة أسفل سطح الأرض في مدينة نيويورك بهذا الشكل، فإنها من المفترض أن تكون بالقرب من المياه. يعتقد أن هذه السفينة تعرضت إلى الغرق منذ حوالي 200 سنة، كما أنه تم وضع الكثير من القمامة عليها ولم يستطع أي شخص ملاحظتها، وفي محاولة توسيع هذه الجزيرة تم دفن السفينة. وبهذه الصدفة استطاع العلماء اكتشاف أن هذه السفينة كانت على عمق 6.5 أمتار أسفل سطح الأرض. ورشة تحنيط المومياوات المصرية. أثناء عمليات الحفر في المناطق الحضارية القديمة بالقرب من الأهرامات، استطاع العلماء اكتشاف غرفة تحتوي على مجموعة من أدوات التحنيط، وأطلق على هذه الغرفة اسم ورشة تحنيط المومياوات. كما يقال أنها كانت تستخدم منذ أكثر من 2500 عام، وكانت تحتوي على الكثير من الأواني والأدوات الأخرى والأقمشة التي كانت تستخدم في التحنيط. وبهذا يتمنى الكثير من العلماء من محاولة دراسة ومعرفة الطريقة التي من خلالها كان يستطيع الفراعنة القدماء تحنيط المومياوات، فهذا من الممكن أن يساعد العلماء على الوصول ومعرفة الكثير من الزيوت والمواد التي كانت تستخدم في عمليات التحنيط. قبر المحاربة السارماتية. اكتشاف هذه المقبرة كان يعتبر واحدا من الأمور الغريبة جدا، فقد تم اكتشاف جثة يقال أنها تعود إلى هذه المحاربة
بالإضافة أيضا إلى اكتشاف العديد من الأجزاء الحادة والسكاكين والسيف وهذا الخيل أيضا. كان يعتقد أنه سوف يتم بعثها من جديد وسوف تحتاج إلى كل هذه الأدوات. وعند دراسة الجثة تأكد العلماء فعلا من أنها جثة تعود لامرأة، وهذا كان أمرا مدهشا جدا فقد كانت تشارك في الحروب. بالإضافة أيضا إلى وجود الكثير من المجوهرات والحلي معها في المقبرة، وهذا ما يؤكد على أنها كانت تنتمي إلى عائلة من الطبقات المرموقة. تمثال يعود إلى السكان الأصليين. في جزيرة فانكوفر استطاع أحد الأشخاص عندما كان المد منخفضا رؤية هذا التمثال مدفونا تحت الأرض بالقرب من الشاطئ. يعتبر هذا التمثال واحدا من التماثيل التي يتم استخدامها في الكثير من الطقوس القديمة لسكان هذه المنطقة، سواء كانت هذه الطقوس في الاحتفالات أو حتى في الحزن، مما يؤكد على أن هذا التمثال كان ذا أهمية كبيرة جدا لسكان هذه الحضارة القديمة. يعتقد أنه قديما كان يوجد على هذا الجرف بالقرب من النهر حتى تعرض للسقوط فيه وجرفته المياه حتى هذا الشاطئ، ولكن توجد الكثير من الأقاويل المتضاربة حول القبيلة والحضارة القديمة التي ينتمي إليها التمثال، ولهذا تم حفظ التمثال في واحد من المتاحف لحين تأكد العلماء من التاريخ الحقيقي له. رأس هرمس. عن طريق الصدفة استطاع مجموعة من الأشخاص اكتشاف هذا الرأس الذي يعود إلى تمثال هرمس في الحضارة اليونانية القديمة. ينقل هرمس أرواح الموتى إلى العالم السفلي، وكان يعتقد أنه يملك قوى سحرية على النوم والأحلام، ويقال أن رأس هذا التمثال كان مدفونا في إحدى الشوارع المشهورة في اليونان. بينما في عام 1885 تم اكتشاف تمثال هرقل مدفونا تحت الأرض هو الآخر عن طريق الصدفة، وكان هذا التمثال محل إعجاب للكثير من الناس كما أنه كان عاريا تماما. هذا يؤكد على أن الشارع يعتبر واحدا من الشوارع الهامة التي تحتوي على الكثير من الآثار المدفونة تحت الأرض، وحتى الآن يحاول العلماء في وزارة الثقافة محاولة استكشاف باقي الجسد الخاص بهرمس حتى يتم اكتمال التمثال. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.